وكان الناموس محالفا مع الحزم ومع مسعود الذويب يستاهل الفوز وانتزاعه للخنجر. في هذه اللحظات انطلق الشوط الخامس ونتابع وإياكم في هذه اللحظات هذا الاندفاع والانطلاق المسائي. نتابع وإياكم المقدمة والصدارة في هذا الشوط ونشاهد هنا الاندفاع مع المركز الأول ومع نزاعة والشوط اللي بعد الرموز. هذه نزاعة راشد بن عبد الهادي بن علي الشهواني على المركز الأول بشعار الهادي. المركز الثاني انتابع لجة لمنصور بن سيف بن دري المنصوري على المركز الثاني. المركز الثالث نشوف اللي وصلت الوثبة علي بن حليس العفاري. المركز الرابع شعار بن حمدة مع صيت سعد بن مسعود الحمدة المري. المركز الخامس نشوف اللي حضرت هناك جبارة ناصر بن سعيد بن عبد الله بن لحول المري. هذه النتيجة نتابع وإياكم اسم قادم شقرة لفيصل بن سالم الحنزاب المري. شوفوا أيضا اللي حضرت وتدخلت بدورها وطن لمحمد بن راشد بن جلمود الفيدي على المركز أيضا الخامس. نعود إلى المقدمة، نعود إلى الهادي وش شعاره في مقدمة الشوط. يا سلام يا هذا المهرجان، مهرجان الأمير الوالد، يحمل لنا كل جديد، يحمل لنا انطلاقات مميزة، اندفاعات. يا سلام، والتوقيت معلق مع مشكور مع شعار بوبرجس عبد الله بوبرجس. يا سلام يا سلام في هذا المساء الجميل اللي انتزع الخنجر. يا سلام، هنا نعود إلى المقدمة ونعود إلى مجريات شوطنا. المركز الثاني انتابع القدوم من لجة لمنصور بن سيف بن علي بن دري المنصوري على المركز الثاني باحثا عن نقطة في هذا المساء الجميل. شوفوا الكم الهائل، شوفوا شعار بالراية وصل في هذه اللحظات. بدأت هنا بالانطلاق والاندفاع مع شعار حمد بن راشد الراية هناك من الجانب الأيمن. في هذه اللحظات نتابع هنا القادم، بينما المركز الرابع انتابع الوصول من شقرة فيصل بن سالم الحنزاب المري. المركز الخامس نشوف اللي قادمة هنا مع شعار سعد بن مسعود الحمدة. يا سلام، شوفوا الكم، شوفوا الكم الهائل، شوفوا هنا في هذه اللحظات شعارات. هنا شعار بن رويشد وشعار بن مهيرة وشعار بن بطي وشعار أيضا هنا وصول من شعار بن حلوة. ولكن الله يا هذا الشوط، الله يا هذا الشوط الناري، الشوط الناري. ولكن نعود إلى شعار بن دري مع لجة، لجة في المقدمة وهي أيضا في اللجة، لجة يا سلام مع 1500 متر في المقدمة. يا سلام باندفاع لجة منصور بن سيف بن علي بن دري المنصوري. المركز الثاني هنا في هذه اللحظات انتابع القدوم من شقرة فيصل بن سالم الحنزاب المري. المركز الثالث مع المركز الثالث انتابع القدوم هناك مع سهم سليمان بن سلامة الفايدي الجهني أهل ينبع. المركز الرابع هنا القدوم من صيت سعد بن مسعود الحمدة المري اللي وصلت. يا سلام يا سلام اللي قادمة هتان حمد بن سالم بن سعيد بن مهيرة المري قادم مع المركز الخامس. الله يا هذا الشوط، نعود إلى الكيلو، الكيلو المتر الأخير أهل ينبع، أهل ينبع. يا سلام يا بن رويشد، يا بن رويشد مع سهم، سهم لسليمان بن سلامة الفايدي الجهني. ولكن لجة تعود، لجة تعود من الجانب الأيمن هنا في هذه اللحظات، بينما اللي من الجانب الايمن اللي رقمها محجوب عنا. يا سلام يا سلام، وصلت سيوف محمد بن مسعود الجفران المري. يا سلام يا بن جفران، هل الاحمديه قادمين هنا في هذه اللحظات قادمه. هناك ماليه لسعيد بن بطي الزعبي. الله يا المغامر، الله يا المغامر، الله
الله، ولكن سيوف الإنجازات، هذه سيوف بن جبران أيضا نتابعها، عندها نقطة هناك في أيضا في مهرجان الملك عبد العزيز، نتابعها، نتابع اندفاعتها. هذه سيوف محمد بن مسعود الجفران المري، يا بن جفران يا بن جفران، أهل الأحمدية، يا السلام. والأمتار الأخيرة، الأمتار الأخيرة، مالية تحاول، مالية تحاول، سيوف مالية بالرويشد، مالية سيوف، تهانينا يا بن جفران مع هذا الشوط الناري، شوط والأروع، سيوف لمحمد بن مسعود الجفران المري، والسلام إلى الأحمدية مع هذا الناموس والفوز وهذا الانتصار، تهانينا على هذا الفوز. المركز الثاني، المركز الثاني سهم سليمان بن سلامة بالرويشد، المركز الثالث، المركز الثالث مالية لسعيد بن بطي الزعبي، المركز الرابع، المركز الرابع وصلت القاضية لحمد بن محمد بن سالم الوهيبي، المركز الخامس، المركز الخامس، المركز الخامس وصلت هتان حمد بن سالم بن سعيد الجربوعي. الله يا هذا الشوط، شوفوا هنا سيوف، سلام يا سيوف الإنجازات، 5:53، 64 جزء من الثانية، تهانينا والناموس للجفران لمحمد بن مسعود بن محمد الجفران المري، تهانينا على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني وصلت هنا سهم وتوقيتها 5:53 و86 جزء من الثانية، تهانينا سليمان بن سلامة الفايد الجني. المركز الثالث وصلت من الجانب الأيمن مالية، توقيتها 5:53، 90 جزء من الثانية، تهانينا لسعيد بن بطي الزعبي، تهانينا.